فريق نادي الأهلي اتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد ما فاز امبارح على الاتحاد المنستيري بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في إياب دور ال 32 للبطولة على استاد الأهلي والسلام. سجل أهداف الأهلي أحمد عبد القادر وحمدي فتحي هدفين. ومن ناحية تانية حقق فريق بيراميدز فوز كبير على هلال الساحل السوداني بنتيجة 7-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في لقاء العودة من دور ال 32 من بطولة كأس الكونفدرالية. سجل أهداف بيراميدز السبعة أحمد سامي وفخر الدين بن يوسف هاتريك وإسلام عيسى ورمضان صبحي ومحمد الشيبي. وأثناء المباراة استقبل إسلام عيسى البطاقة الحمراء في الشوط الأول وكمل بيراميدز المباراة بعشر لاعبين. كمان يتأهل فريق الترجي التونسي لمرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق بلاتو يونايتد النيجيري بنتيجة 1-0 وده في لقاء العودة من الدور الـ 32 في اللقاء اللي جمعهم امبارح. توجت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا للسيدات ببطولة أمريكا المفتوحة للسكواش واللي استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وفازت نوران جوهر في مباراة الدور النهائي على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي استغرقت 51 دقيقة. اكتفى علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا بوصافة بطولة أمريكا المفتوحة للسكواش واللي استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية وده بعد انسحابه أمام البيروفي دييجو إلياس من المباراة النهائية للإصابة. عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورغ الألماني خطف التعادل لفريقه أمام بروسيا مونشنجلادباخ في المباراة اللي جمعتهم امبارح وانتهت بنتيجة 2-2 في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الألماني. وبدأت المباراة ومرموش كان على مقاعد البدلاء وده قبل ما يشارك ويسجل هدف التعادل بعد نزوله بدقيقة واحدة بس. في الدوري الإنجليزي حقق فريق توتنهام فوز مهم على إيفرتون بنتيجة 2-0 وفي المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل توتنهام المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 23 نقطة وإيفرتون في المركز الـ 14 برصيد 10 نقط. كمان اتعادل فريق ليستر سيتي مع كريستال بالاس بدون أهداف في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي وبكده رفع فريق كريستال بالاس رصيده للنقطة العشرة في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ووصل ليستر سيتي للنقطة الخامسة في المركز الـ 19. في الدوري الإيطالي حقق يوفنتوس الفوز على فريق تورينو بنتيجة 1-0 وده في لقاء الديربي اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة العشرة من مسابقة الدوري الإيطالي ورفع يوفنتوس رصيده للنقطة 16 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي ووقف رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز الـ 11.